اليوم جاينا نجرب ارخص كافي بالرياض. تذكرون الكافي اللي كسر الدنيا وباع القهوه ب 4.75 ريال هلله؟ جينا اليوم نجرب 4 ريال وشوله الاسراف، وطلع عندهم المشروب الجديد الكركديه 7.75 ريال هلله بس يا بلاش. بسم الله، نكهه علوه، الحلاوه على طعم الكركديه جاي مره موزونه. هذا علاج الحر صد. هذه القهوه مختصه ب 4.75 ريال هلله بس. مدمنين القهاوي تراكم تبي توفرون واجد مع بريسكي. وغير القهاوي منزلين منتجات جديدة تصلح مع فطور الصبح. هذه جبن، اسمع، نجرب القهوة الحارة معه، ميزته خفيفة مي بدسمة، مليانة ملي، شيء رايق. بريسك فتحوا فرعهم الرابع، بدوا يطلعون اصناف جديدة، واللي يميز بريسك انهم خادمينك، اطلب ونجيك لحد السيارة عن طريق تطبيقهم، وميزتهم بعد ان خدمتهم سريعة مرة، غير ان جودتهم حلوة واسعارهم مرة خرافية. تبون الصراحة؟ يستاهل التجربة.